أمس، أمس اليوم نحن يوم الثلاثاء، بالأمس رجل يأتيني يقول هناك قصة انتشرت عن رجل يعني وجد بعد كم سنة لم يتحلل وفي قبره، والناس جالسين يتجادلوا في المجموعة أنه هذا ما صحيح وكذا. قلت له ما صحيح؟ طيب أيام جونو في مقبرة أو مقبرة ليست ببعيدة من هذا الجامع انكشفت بعض القبور، ومن ضمن القبور التي انكشفت قبر امرأة كانت قد دفنت 8 سنوات قبل جونو، ووجدوها كما هي حتى الكفن لم يتأثر. هؤلاء الذين لا يصدقون خليهم يروحوا إلى شهود عيان ما زالوا على قيد الحياة. الله سبحانه وتعالى يكرم من يشاء. ما هو السر الذي حفظ لهم الأجساد؟ لا يعلمه إلا الله.